طب بس سؤال يعني بقى، لازم سؤال بقى، الناس اللي حواليكي في الشارع ولا بتبقى ايه بقى؟ اي حاجه. مفيش حد خالص لما حد جه مرور اتحرش الترام. بيكي وقف لك ووقف معاكي؟ لا الحقيقه انا كنت مره راكبه ميكروباص يعني، وفي حد هو داخل اتحرش بيا، وعملت نفسي ان هو ما خدش باله، فهو نازل عمل نفس الموضوع. فانا وهو نازل، فانا بصيت بقول له انت خدت بالك، فانت المفروض تحترم يعني، بتكلم معاه يعني. فراح قايل لي حاجه لفظ بصوت عالي جدا، والحقيقه ان كل اللي في الميكروباص كانوا رجاله يعني، مش هقول لك بقى ستات ومش عارف ايه. انا وهزقته بصوت عالي برضه، بس الناس كان هم مثلا في توم اند جيري مابت شو جنبنا عادي. والفكرة بتبقى في البجاحة في فعلا ناس انه بعد متهوى كده مع التاني. كأنك انت اللي بتتبلي عليه، اللي هو انا جيت جنبك. لا هو بعد كده صراحه الحقيقه، لما انا كمان لما انا بزعق يعني، هم معظمهم لما بيلاقوكي بتزعقي وان انت مش فارق لك، هو بيبتدي يخاف جدا يعني. ممكن يبقى واحد في عربيه صح، عشان هو شيك جبان وسط اصلا. ناس. اه بالظبط، هو جبان جدا. لو حس فعلا انت اديتي له اتيتيود ان انا مش فارق لي، انا جبت اخر حاجه وانا مش فارق لي كده يعني، خلاص هيحصل ايه اكتر من كده؟ فهو بيخاف لما بيحس فعلا ان اللي قدامه قلبه قوي ومش فارق له، هو بيخاف جدا.